اهلا بيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد من قناه اي جي تك. النهارده فيديو جديد، حلقه جديده عن باتش اي جي التيميت. الباتش التيم بتاعه تعب جدا في الفتره الاخيره. الباتش دوت باتش عالمي، باتش خرافي، هتشوفوا طبعا دلوقتي كل مميزاته. وعشان ما نتاخرش، ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت ما اشتركتش في القناه، واللايك وتعليق ايجابي. يلا بينا نخش على طول ونشوف ايه هو الباتش وايه مكوناته. اول حاجه هتلاقي رابط المدونه تحت في الديسكريبشن، هتدوس عليه هيحولك على طول على مدونات اي جي تك. هتبقى تنزل تحت تلاقي الشرح باتش اي جي التيميت الاصدار الاول. انا مش النهارده يوم مش عارف النهارده نزل باتش اي جي التيميت. يلا بسرعه خلينا ندخل المميزات. مميزات الباتش: واحد، احدث الانتقالات الى يوم 6 فبراير. 2، احدث اللوجوهات للفرق، احدث لوجوهات الكوس، احدث كرات محدثه لعام بيس 2021، احدث الاوجه للاعبين الشباب واللاعبين الاساطير واللاعبين الكبار، احدث الاوجه العربيه والاجنبيه، احدث السكور بوردات محدثه بالكامل، كل دوري له سكور بورد خاص به، احدث جرافيك فول اتش دي، احدث ميني فيس لجميع اللاعبين، وجود ميني فيس لجميع اللاعبين اساطير اجانب وعرب ولاعبون كبار، احدث الاطقم محدثه للعبه بيس 2021، وجود احدث الفرق الصاعده والهابطه، وجود تعليق حصري للمعلق المشوق لدى الجماهير فارس عوض، التعليق ينطق جميع الاسماء لاعبين صغار وشباب واساطير، وجود افضل سيلكت بافضل الالوان الزاهيه واشكال رائعه، وجود الفرق الافريقيه التونسيه والمغربيه والافريقيه، وجود دوري ابطال افريقيا محدث، وجود منيو جرافيك خاص بكل دوري ومنيو متغير مع كل دوري باحدث الصور، 20 احدث اطقم المنتخبات، وجود احدث ستارت سكرين، وجود احدث منيو جرافيك للانديه الكبيره، وجود احدث الاغاني الموسيقيه، وجود احدث الملاعب العربيه والاجنبيه، وجود الملاعب العربيه المشهوره والملاعب المصريه المشهوره. طبعا ما نسيناش كاس العالم وتحديث الفرق بتاعته، كل الفرق مضافه ان شاء الله. هتشوفوا نفسكم دلوقتي. نخش على بعض استعراض الصور. دي صوره طبعا من المنيو جرافيك. دي طبعا صوره شويه صور من الستارت سكرين على اوجه مدربين، على مثلا ستارت سكرين تاني زي ما انتم شايفين كده حاجات عاليه. وطبعا ده جوارديولا المدرب ماشي. وبعد كده بقى بتلاقي شكرا لجميع الصناع التي ساهموا في مثل هذه اللحظه. بيبدا من عند تيم ضجه، مصطفى كابو، فارس زعير، ايوب بنجاوي، تيم باتش بروفيشنال بالكامل طبعا كل الشكر ليهم، جيمنج ويست ار القناه المشهوره، جيم فور يو التيم الاساسي بالكامل كل الشكر لهم، مصطفى احمد اللي هو صاحب قناه اي جي تك، احمد عبد الرحمن صاحب قناه دحدوح شانل، زيزو الكينج، محب ماهر، كل الشكر طبعا موصول لكم الجمهور متابع، كل الشكر ليكم بجد بصراحه. طبعا دي الروابط زي ما انت شايف كده، تي بتخش على كل رابط ويدخلك على طول على موقع. دوس مثلا الجزء الاول، ادخل هنا للتحميل تلاقي فتحك على طول تاب جديده. كل اللي عليك بس بتدوس كده تي عشان يوديك، هتلاقي طبعا فتح لك صفحه اعلانات، تقفلها تروح مره تاني هتلاقي فتح لك قناه. المفروض عليك انك تشترك في القناه ماشي. كل اللي عليك بس اشتراك ماشي. طبعا هو مش هيرضى ليا انا لان انا طبعا صاحب القناه. كل اللي عليك تشترك في القناه وبس، يعني ده كل اللي عليك ماشي. كده بتبقى عملت، بيجي لك بعديها علامه طبعا انضم الى الديسكورد، فبتدوس عليها هيدخلك على جروب الفيسبوك. هو مش هي مكتوبه الكلمه مكتوبه غلط، انضم للديسكورد. كل اللي عليك تنضم للجروب بتاعنا اللي هو اي جي تك بس، ده كل اللي عليك. وبعد كده بتلاقي انتقال الى الموقع المستهدف، حولك عليه بكل سهوله، بتعدي برضو من الاختصارات، بتعدي من كل حاجه. وبعد كده بيلاقي نفسك قدام. طبعا احنا كنا مخيرين ناس قبل كده نعرفهم نعمل كم موقع اختصار، فقالوا 2 ونقلل الروابط. نقلل الروابط، فقللنا الروابط زي ما الناس قالت. بتدوس على دي اللي هي اي ام هومن او انا بشر، بتدوس بتستنى لما الثواني دي تخلص. بعد كده بتدوس خذ الرابط، بتعدي مره تروح تاني برضو هداك بتعدي تنويه تسيبها بقى بس. وزي ما انت شايف كده بتلاقي بارت 1 ماشي. انا طبعا منزل الباتش وموجود عندي وفكه كمان ماشي. بتدوس بارت 1، كل بقى كل اللي جاي زي نفس الكلام برضو. الجزء الثاني هتلاقي تعمل ايه بقى، طبعا هيلاقيك اشتركت في القناه خلاص، هيديك على طول انتقل الموقع المستهدف تمام بس. وان كنت ما اشتركتش برضو هتلاقي في روابط فيها قنوات ثانيه غيري تمام وبس. بنفس الشكل كده لحد ما تكمل الست بارتات. وبعد كده الفيكس الاول، الفيكس الثاني، والفيكس الثالث، والاوبشن فايل. حجم الباتش كله بالاجمال 12 جيجا بايت، 12 جيجا بايت بس ماشي. وبعد كده بتقفل خالص المتصفح، وبعد كده بقى بتروح تفك الضغط ماشي. زي ما انت شايف كده افتح لك الرابط، زي ما انت شايف كده انا حملت اهو الباتش
ماشي، الفيكس اللي هو التالت والتاني والاول والست بارتات، وطبعا الاوبشن انا نقله في الدوكمنتس. ماشي زي ما انت شايف كده، دي الست بارتات، بتختار اي بارت في الستة دول. الاول سيب التلات فيكسات اللي على جنب، تختار اي بارت في الستة دول وبتفك الضغط بتاعه وتسيبه بقى لانه ياخد منك وقت. قبل ما تفك تكون شايف البارتيشن اللي انت هتفك فيه، لازم يكون فيه مساحة على الاقل 30 جيجا فاضية، عشان ايه ما يجيلكش اي ايرور او اي حاجة. لازم يكون فيه 30 جيجا فاضية، انا بقول لك اهو. كل اللي هتسيب بس ويكون فولدر اللعبة ما فيهوش غير فولدر الداتا بس، تمام. هسيب اللعبة تفك وارجع لكم. بارتات هتلاقي ملف زي ده طلع لك بالشكل ده كده، ماشي. طبعا بيقعد نص ساعة على الاقل بيفك فيها الضغط، بتلاقي طبعا ملف الفيكس اللي انا فكيته هتلاقي برضو بالشكل ده. بعد كده بتلاقي تلات ملفات بقى، اللي هو الكونامي ده معروف ان هو الاوبشن، وده الفيكس التات والفيكس التاني. طبعا هتقف قدامهم كده وتلاقيهم برامج مش هتعرف تعمل ايه. كل عليك تفتح اي ما تفتح مثلا فيكس اتنين ونشوف هنعمل فيه. تظهر لك قايمة زي كده، كل عليك تختار مكان غير المكان اللي انت فكيت فيه الباتش، ماشي سامعني، تختار مكان غير اللي انت مكان اللي انت فكيت فيه الباتش. هدوس براوز مثلا، اختار اي مكان عندي مثلا فيه حتة فاضية مثلا، يعني مثلا عندي اي جي تك دي مثلا، او مثلا عامل فيها ميك نيو فولدر واكتب عليه اسم الفيكس، يعني ده فيكس 2 ونكتب عليه فيكس 2 مثلا، اكتب لكم عليه فيكس 2 تمام، وادوس اوكي ماشي، وادوس اوكي على فيكس 2 وهسيبه بقى، وادوس اكستراكت هسيبه هيلاقوه تلقائيا بيفك، وهيبقى اسرع من الرار كمان، يعني هتلاقيه في غضون دقيقه مثلا هتلاقيه فك وخلص فك اساسا. تقول لي اللي انت ما عملتش الست بارتات كلهم كده، ماشي هقول لك، لان ما ينفعش، لو كنت عملتهم كان هيزيد حجم الباتش جدا والناس مش هتقدر تحمله، فانا عاملهم في الفيكس لان الفيكس صغير وتقدر ايه تحمله كده، فاهمني. ماشي نيجي بقى ده خلص فكه، بعد ما فك خلص فكه هتلاقيه قفل لوحده. نيجي على الفيكس 3 برضو نفس النظام، وتروح مكان تاني، تدوس براوز وتروح على كمبيوتر مثلا، عندي مكان هنا فاضي، ادوس ميك نيو فولدر واكتب عليه فيكس 3 فيكس للاسف فيكس 3 بس، وبعد كده ادوس اوكي واسيبه يعمل اكستراكت، خلص بسرعه لان ده كان طبعا حجمه 5 ميجا. طبعا كل الفيكسات دي احنا بنحل فيها المشاكل عشان الناس ما تقولناش في مشاكل، في حاجه متضاربه في كذا كذا. زي ما انت شايف ده الكونامي بقى طبعا مشهور جدا. ايه هو الكونامي ده؟ الاوبشن 5 بتعمل براوز وتروح على الدوكمنتس بقى، تدوس على لايبراريز تختار الدوكمنتس وبس، تدوس على الدوكمنتس ماشي. طبعا يقول لك هتدوس على ماي دوكمنتس وتسيبه هنا بقى في الكونامي كده ماشي. لازم تختار فولدر وتدوس اوكي في الكونامي، هتلاقي عمل هناك، هتروح على الدوكمنتس كونامي هنا هتلاقي كونامي تاني، هتاخده كده كت بره ماشي، تقوم عامل له بيست هنا بس، وتوافق بقى على الاستبدالات كلها بس، او ممكن برضو تفكه في حتة تانية وتاخده على طول قطع الدوكمنتس وتوافق على الاستبدالات كلها. انا زي ما انت شايف كده وافقت على الاستبدالات ماشي، وبعد كده هتكون خلصت الباتش. ايه بقى المهمة الجاية بقى؟ طبعا انت شايف زي ما انت شايف كده ده الباتش اهو، اكبرهولكم شوية اهو، زي ما انت شايف كده ده الباتش، دي مكوناته. تبدأ بأول فيكس فكيته اللي هو ده، تخش عليه كده تاخد كل فولدراته قط، تاخدها كده كلها قط، تروح حاططها جوه هنا، دوس بيست وتوافق على كل الاستبدالات ماشي، توافق على أي استبدال يجي لك عشان ما يحصلش أي مشاكل بس ماشي. هيبدا هو بقى هتلاقي يعني بسرعه، طالما ايه المكان مش بعيد عن بعضيهم فهتلاقي بسرعه نقل كل حاجه، مش هياخد منك دقيقه مثلا ماشي. تبدا فيكس فيكس كده تمشي بالتدريج، الاول بعد كده الثاني بعد كده الثالث، وبعد كده تحط الداتا بقى ايه جنبيهم وكده وتشغل اللعبه على طول بس. هتستنى طبعا لحد ما يفك، وبعد ما يفك نجيب الثالث ونعمل نفس النظام، وبعد كده نشغل بقى اللعبه على طول الثاني، وبعد ما نفك الثاني والثالث يعني زي ما انتم شايفين كده. وخلاص نقل، نروح على الفيكس اللي هو رقم 2 اللي احنا طبعا كنا مسايبينه في ايجي تك ماشي، هتلاقي فيكس 2 وفيكس 3. نبدا بفيكس 2، نبدا بالتدريج كده، نمشي بالتدريج ماشي، ناخد الملفات اللي جوه دي كده قط ماشي، ونروح على جيمز باتش، ونروح على فولدر اللعبه الاساسي، ونقوم عاملين بيست ماشي يس ماشي، هتلاقي برضو 488 ميجا
هتوافق على كل برضو الاستبدالات موف اند ريبليس. كل الاستبدالات دي في كانت في ملفات غلط احنا طبعا بنقعد نصحح عشان مش عايزين نتعب الناس معانا بصراحه يعني، والناس ما بتحبش كده. نروح تاني مره ماشي، نرجع مره نروح بقى للفيكس التالت عشان نكمل ناكد على الملفات كلها. زي ما انت شايف كده هتلاقي فيكس 3 تقوم داخل كده، كل عليك هتاخد بس هما ملفين يعني صغيرين خلاص، تاخدهم قط وتروح على الجنز الباتش وتروح مره تاني تعمل بيست ماشي. كل عليك هتدوس اوكي. طبعا انا بعمل في ملف خارج ملف اللعبه ليه؟ لسبب، لان انا طبعا ايه كنت محمل الباتش في البارتيشن اللي هو الكبير عندي، واللعبه طبعا في بارتيشن صغير، فانا كل عليها هنقل الداتا بس من مكان لمكان وهنجرب اللعبه ونشوف مع بعضينا والسلكتور كل حاجه ماشي. طبعا هروح انا انقل الداتا وهرجع لكم مره تاني. شايفين كده ملف الداتا نقلته، وده زي ما شايفين ده الباتش كده. دلوقتي كل اللي قدامنا ان احنا بس نشوف السلكتور ونشوف الادوات التانية اللي موجوده. كل اللي عليك هتفتح بس السلكتور من الايقونه دي، دوس كده دوستين تستنى لما يفتح. زي ما شايفين فتح معانا ده السلكتور زي ما شايفين كده. طبعا عندك ستارت سكرين، اهلي، اتلتيكو مدريد، كريستيانو ميسي، عندك 15 ستارت سكرين تقدر تختار منه تمام. تاني حاجه عندك المنيو بريفت، عندك الزمالك، الاهلي، بيس 21. ان شاء الله في الاسبوع الجاي هنعمل 10 منيوهات يبقوا موجودين ان شاء الله، يعني هنضيف اكتر من كده في الابديت ماشي. دلوقتي كل اللي انت عليك بتختار وتفعل. انا طبعا اخترت وفعلت، بس انا بوريكم دلوقتي اللي هيحصل. نيجي نخش على كده بعد كده على مانجر فيس، عندك جوارديولا، جون كرويف، تشال، زيدان، ديجو سيميوني. زي ما انت شايف كده يعني دي اوجه المدربين، وان شاء الله برضه في المره الجايه هنضيف كل الاوجه العربيه بتاعت المدربين والاجنبي. نيجي بقى للتونز، عندك دي اداه التفعيل، اداه الفلوس، انت طبعا في فيسبوك لو بس كده لو اي مشاكل تخش الجروب تسال عن قناه اليوتيوب ماشي. ندوس كده تلاقي عندك اضافه الانتيلات، تدوس كده نوكرود، تدوس ابلي لو تم تركيب الانتيلات بس تمام. ده كل اللي كان في السلكتور، وكده يبقى خلصنا كل اللي كان محطوط هنا في السلكتور ماشي. نيجي بعد كده نخش على فورسي اوبن بيس، تفتحه كده بتدوس بس ضغطه هنا كده بيشغل لك السايدر، بيشغل لك اللعبه ماشي، بيشغل لك السايدر وشغل لك اللعبه في نفس الوقت وبكل المميزات. وان شاء الله دلوقتي هنخش وهنشوف ماشي. نيجي على اداه التفعيل عشان ايه نفعل الباتش. كل اللي عليك بتخش كده هنا لحد التولز، بتخش هنا ايه دي اداه التفعيل، بتشغل كده بتدوس يس ماشي. زي ما انت شايف كده مثلا بندوس انشيك اول ماشي، وبتضيف طبعا بقى حاجتك ماشي، ترتب زي ما انا هتشوف دلوقتي كده وانا بعمل 2 3 ماشي. لا طبعا ترتب برضو ايه ترتيب الارقام اللي مكتوبه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 طبعا اللي هو الستارت سكرين، بس انا ايه مش عايز الستارت سكرين بتاعت انديه تانية، انا عايز الستارت سكرين الخاص بيه. واهم حاجه ملف 14 ده ما تنساش تضيفه بنفس رقمه كده بعد 10 11 12 ايه و14، حتى ما لقيتش ملف 13 موجود تمام ماشي. وبعد كده انا طبعا عندي ملف هضيفه، ده مش هيكون موجود اللي هو نوسري، ده مش هيبقى موجود، ده الملف تبعي انا بضيفه عشان يخفف اللعب ماشي. وبعد كده بقى بدوس جينيريت ماشي، بيعمل تفعيل، وبعد كده بقفل التفعيل خالص وبروح اشغل اللعبة. نخش تاني اجيتك مكان اللعبة، طبعا شايفين زي ما شايفين دي اداة فورسي اوبن بيس، بندوس عليها كده دي بتشغلك اللعبة والسايدر بضغطة زرار، بندوس كده هتلاقي السايدر اشتغل واللعبة تشتغل وراه ماشي. اروح واجيلكم زي ما شايفين رجعت لكم مرة تاني بعد طبعا شفتوا السلكتور ونقلنا الداتا وظبطنا الملفات. اهم حاجه بعد ما تخلص اختياراتك في السلكتور
فعل على طول بدأت تفعيل عشان اي اضافة اخترتها في السيلكتور تتفعل معانا على طول. زي ما شايفين ده الانترو الخاص بالباتش ده في دخلة اللعبة كده، انت على طول هتشوفه قدامك. زي ما شايفين كده حاجة يعني خيالية، روعة الروعة. ماشي، بعد كده زي ما شايفين الستارت سكرين الخاص بالباتش، تدخل جوه تكمل بقى ونشوف ايه اخبار الباتش كمان. زي ما شايفين كده دخلنا مثلا عشان نشوف المنتجات كده بسرعة، نجيب فريق من كل دولة أبرز الفنانات عشان ماشي. عندك كمان دي احدث الانتقالات بتاعت ايرلينج هالاند باجدد الاوجه زي ما شايفين الاوجه الحديثه كلها. ماشي، لو مثلا نزلنا على فرق اوروبيه افريقيا وشفنا نادي جلطة سراي بتاع مصطفى محمد، ننزل تحت كده تلاقي زي ما شايفين مصطفى محمد موجود اهو. ماشي، ونيمار وشيتسو اجدد اللعيبه. لو مثلا نزلنا عشان نشوف نادي الدحيل باجدد to take me near your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows they would. The side effect of my loneliness is you. I'm not sure.
هم ادوه لنا في ملف الكلاسيك. بشكرهم جدا جدا ان انا طبعا استخدمت الملفين دول في الباتش بتاعي. ان شاء الله يبقى ليا ملفين خاصين ليا في التحديث الجاي في الابديت الجاي, يعني يكون في ملفات خاصه بينا عشان ان شاء الله يعني مش هنحاول نجيب ملفات الباتش بتاعي. ولكن كل الشكر كل الشكر لتيم جبر وفارس زيار صاحب نيجي لايف وباتش بروكشن بجد بجد صاحب الحلقات الكبيره, وكل الشكر للناس الكبيره تيم جبر وباتش بروكشن كل الشكر. كمان شايف الفرق بدوري الابطال طبعا كلنا عارفين الانديه الافريقيه كلها ماشي. لو رحنا مثلا عند دوري مصر طبعا الاهلي في عندك محمد شريف باللون بتاعه, طاهر محمد طاهر, وآلي ديانج, مروان محسن ماشي. لو رحنا مثلا عند الملك اخر الفترات الاساسي في الدين الجزيري اخر الفترات ومروان حمدي واشرف فوقه وبن شرقي اللي بتاعه برضه. وتيم ضجة وفارس زيارة على سعادتهم الكبيرة برضو في الكلاسيك وسعادتهم لنا في حاجات كتيرة بصراحة. وطبعا بشكر التيم الكبير صانع الباتش بقى اللي رتبه من اول ورفعه, يعني الصراحة برضو تأخير وحل مشاكل عشان ما تلاقوش اي مشاكل في الباتش. ان شاء الله ان شاء الله ما فيش اي مشاكل تواجه, وزي ما انتم شايفين دي كل فرق في الكلاسيك ماشي. وبكده اكون وريتكم كل الفرق اللي موجودة في اللعبة. لو مثلا بقى رحنا نشوف كده ماتش او مثلا نتأكد الاول نطمن كده مثلا لو دخلنا مستر ليج مثلا still trying to replace me, chase me, tell me how you hate me, erase me, race me, wish you never dated me, lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me, I bet you don't kiss her with your eyes closed, I bet you're still walking on a tightrope, miss me so much you've been going psycho, I'm gonna miss you so much you've been going psycho, I'm gonna miss you so much you've been going psycho. رجعت لكم مره تاني بعد ما خلصنا الماستر ليج عشان نجرب لكم مباراه كده على السريع ونشوف الملاعب ونشوف كل حاجه دلوقتي. طبعا نشوف الفرق ونشوف كل حاجه دلوقتي مع بعض لما ندخل للمباراه. هنلعب بنادي البايرن مثلا قدام اليوفنتوس. نختار بقى ملعب من 41 ملعب الجمال اللي عندنا, ملعب بازل, متروبوليتان ارينا. طبعا شايفين كده دي الملاعب اللي هتبقى موجوده, كايرو, برج العرب, توتنهام, دفاع الجوي, رادس اهو, السويس, بيتروسبورت,
سانتياغو برنابيو، اسماعيليه، ويندا متروبولي ارينا، كامب نو، ملعب طبعا نادي اشبيليا، استاد اسكندريه، استاد كامب دي ميستيل بتاع فالنسيا، اليانزا ستوديوم، ملعب نادي يوفنتوس، سان سيرو، ملعب اي سي ميلان، استاد اوليمبوكو، ملعب نادي روما، سيجنال ادونا بارك، ملعب نادي دورتموند، اليانزا ارينا، ملعب نادي باير، برلين اولمبيكسترون، اتحاد ستوديوم، انفيلد، اميريتس، ستامفورد بريدج، اولد ترافورد، ويمبل ستوديوم، ستوديوم بارك سنتر، ارينا كارتديل، كونامي ستوديو، سبورت جراك، سلام، ملعب السلام، سايتاما. طبعا كده انتهت كل الملعب، فانا هختار ملعب هلعب على اولد ترافورد. ماشي، ونشوف دلوقتي طبعا الاستعراض الخارجي. تيجي بقى نخش على الملابس، مثلا عندك الطقم الاول والتاني والتالت والرابع. ماشي، نيجي على الطقم التاني والتالت، ماشي، والرابع. ماشي، دي طبعا اطقم التدريبات بتاعه الفريق. ماشي، فاحنا طبعا نلعب الفريق بالطقم الاول، وهنا برضو العب الطقم الاول. ماشي، وبعد كده نروح مثلا على الاعدادات العامه ونشوف الكور الموجوده. ادي اول كوره، تاني كوره، اسيبكم كده مع الكور. انتوا شايفين كل الكور محدثه لعام 2021، جميع الكور موجوده زي ما انتوا شايفين، صور كده حاجه يعني جامده اوي. ماشي، 51 كورة، حاجة يعني جميلة. تمام، الماتش 5. ماشي، وندوس ضربة بداية. ماشي، نخش نقول يا رب بسم الله. اسيبكم بقى مع التعليق بتاع المباراة طبعا اللي هينعشكم دلوقتي بصوت الكورة الجامد. ماشي، مشاهدينا متابعينا، أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. كرة إلى الأمام، لاعب يخسر الكرة تحت الضغط الآن. توليسو، أدريان رابيو، فرصة لإرسال الكرة من عمق الملعب بكرة عرضية. تمريرة رائعة، محاولة خطيرة، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. كرة المرمى، يا سلام يا سلام، بدا الكلام، يا الله على هذا الهدف. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. فرصة هدف مضيع، أوهو على هذه الكرة. كرة بينية فيها خطورة الآن، والتدخل ممتاز. دون كريستيانو، كرة إلى الأمام، أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. كرة ممتازة في المساحة، حلوة الكرة إلى الطرف. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. كومان، يا لها من كرة، كان هذا ليصبح هدفا جميلا. رائع في مباراة اليوم، فعالية كبيرة أمام المرمى، الله عليك. كرة إلى الأمام، تمريرة رائعة، يمسك الحارس بالكرة. بنتانكور، تانكور،
كرة بينية فيها خطورة الآن. يلعب الكرة إلى منتصف الـ 18 بثقة كبيرة يا عيني على الكرة، يضع الكرة في الشباك. هدفين مقابل لا شيء الآن. الحكم ينهي الشوط الأول. زي ما شفتوا ده كان ملخص الشوط الأول، أرضيات جميلة، سقف منشف كده، سادس كاميرية، حاجة يعني روعة، أهداف تعليق مفيش أحسن من كده، روعة 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 من صاحبها طبعا أيوب بنجاوي. وطبعا أسيبكم ل ملخصات الشوط الثاني مع المعلق فارس عبار. ينطلق الان شوط المباراة الثاني وسط اجواء كبيرة. ليوناردو بروتشي، الكساندرو يرسل الكرة في الخط الامامي، بينية 100 ثانية خلف المدافعين، كرة بينية كرة تلعب بدون تركيز والكرة بتتخلص. دانيلو خوان كوادرادو، كرة طولية من الحارس، كرة بينية فيها خطورة الآن، كرة في الجناح، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة، الله على المهارة، عنده فرصة التمرير. الله، تصدي خرافي من حارس المرمى، شوف تعامل حارس المرمى بكل أريحية. بينية 100 ثانية خلف المدافعين. اوه مستحيلة كيف ضاعت يا رب. بينية 100 ثانية خلف المدافعين، الان يجد الحلول بتحرك زملائه امام مساحة كبيرة لاستغلالها الان خارج الملعب. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن ان يسجل الان؟ بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة، استخلاص الكرة وإيقاف المحاولة. حكم يخرج الكارت الأصفر في وجه اللاعب. أوه تدخل في وقت رائع واعتراض الكرة، كانت فرصة هدف لو مرت يا الله. يرسل الكرة في الخط الأمامي، كرة بينية، يرسل الكرة في الخط الأمامي، لمسة الأخيرة حرام ما تكمل. دانيلو البث اليوم كان بصحبتكم فادي العتيبي، وإلى اللقاء. شكرا لكم جدا جدا متابعين المحترمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.